بسم الله صلى الله عليه وسلم دوما کا یہ رنگ لنک نا کے درجہ سے ہم در سلام فصل کی کو ہے مادہ دی لغت عربی ہے الحوار السادس عشر راکیز اذا تمنا یا عشر کی شئی تمنا الدرس المدرس یا کما ابو شیخ ہے سنے اردی و خوش ہے سنے مدرس کی وعیری من بالباب یا الباب کتاین طالب اوخذ عيانه طالب جديد عليه وحنا يا ارضي بسوك مدرس كوحا يدخل فقل ما اسمك معاه طالب كوحي اسمي وعلي هذا همايون مدرس كوحا همايون سؤال بكري همايون كيف تكتب سيوك ويساور هذا الاسم اكتبه وقر على هذه الورقة ورقة قربي عبد الله بعيدان يا استاذ ها هنا عقرب هل كان هنقر الله يا كسوة هل كان هنقر الله شوك مدرس كوحنا يا عقرب في الفصل ومفصل كان قرر لك شرع أين هي عاوي هذا سؤال عبد الله بحيدة انظر في هنا هل كان يا أستاذ هي أيوه تحت مكتب الشام وعبس وانت هاي ميس كهي الشام وقتس تحت وغاص مكتب نواميس الشام نوامي كشام مدرس كوحنا يقتلوه دل يا إخواني يا إخوانه ولا لي أدل هل أدل بالك هل أدل عبد الله بحيدة بما نطلوها محاك الله المدرس هداي اقتلها بحذائك كواها يا هشام حذاء وكواه كواها يكد لي يا هشام اماتت بالعزم وجدها بغ 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 باشا القرع ولا اجواء الله يرضى على الدين اماتت ما ديما تيبير هشام بن عم ماتت ويدي ماتت مدرس وحيري اجلسوا فريسة يا ابنائي حروتي دي فريسة اقرا اخي الدرس عشرك يا علي عليهم علي وحيري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اعوذ بحمد الله بالله اله من الشيطان من تمن قال يا شيطان كان ردي من حديث لغيري بسم الله اله اسم الله الرحمن الرحمن الحديث تقول من حديث الاسلام قالوا ان ابراهيم من حديث الاسلام قال الاسلام قلنا حديث الاسلام بكم سنت اقرا اغري علي النبي الله محمد باسم ربك رب الله اسم الله الله خلق امي خلق الانسان انسان كوم من علق من تلك اقول يا استاذ في حقيقه عن هذه سوره دعاء نوجه دعنا سورة دي ودمي أي سورة أحفظ بعدها كذلك سورة دي حفظها ودن سورة دي حفظي سورة التين أخي سورة التين حفظي خذ هذا دفترك أبوك هذا واكتب فيه كفر سورة العاقفة يا أبا بكر أبا بكر إنك عدو نعصام نعصام مثل الدولة يا أستاذ وحوية ونعصي عليها وندعم يدي من كما يجونيات إذا أبتك إلى الحمام حمامك تدويري ماشا أبياتك أغسل وجهك وجهها صورة وكما دوني سدى وجهها لغتد بردي وكاتريسة خدا عايز ستد وكاتريسة وأغسل وجهك وجهها أنا لك افتح فر النوافذة داخلها النوافذ ويتمر نافذة يا عبد الله فإن الغرفة غرفة مظلمة ومن مجدية أولية غرفة ومن مجدية والجو توق عار ومن كرول توق وكرول أبو بكر وعيري هذا هو أنت يا إلى المدير وعيري معنا مدرسك عفوا أين التدابي يا أبو بكر يا إيسا أبو بكر وعيري هذا هو عن هذا يا إلى المدير مامرا المدير مامرا مدرس وعيري لا تخرج بحن من الفصل على أنها مدرتان إذا أبتك إليه إليه مامورها إليه ضمير الحيادة بحاس عن قفك ملئيس اللي قوش يبينه هو إشارة إليه إليه مامورها أبتك بعد الدرس عشر كدب هم عايزين وحيري يا أستاذ معلو أنا طالب جديد أروح أنا يا أرضي عصب أين أجلس على الكفرساء فالسؤال أجلس مفرساء هنا هل كان أمامك ورتها الدرس يقول لا ما يا لا تجلس على فريسة من هنا هل كان هذا مقعد هشام هل كان هشام يا فريسة هو غائبنا اليوم ومانت ومغيه هجلس فريسة هناك هل كان فريسة خلف حامد حامد قال كسا وارضا قرآن سكرا لمو تشدو هيا أخذ مقع تاويل هذه الدفاتر بواك تاليا أستاذ لا بير لا تأخذها قادا ينظر وحفيرنا يا في الدفتر يا عبد الرحمن يا عبد الرحيم لا تكتب
يا عبد الرحمن بي عبد الرحيم بي لا تقطوا غور ان انا دوي قبيل قلم احمر قلم كقل لنا كقر المعلم جوا معنا في الجبوقي فركاز روح يري كقر انت وابها بو قلم كقل لنا كقر المدرس معلم هو الذي يكتب وفي غرب القلم الاحمر ليس الوحي انظر في الى هذه المدلة التي جورنال كان فيها يا استاذ ما اجملها الله غرف بلانا ما اجملها الله غرف بلانا المدرس لا تقرا اخرين المدلات جورنالها في الفصل فصل الاحسياء فيصل فيصل وحيد ما قرات هذه المدلة ثمان اخر على انا قرتان انما انظروا حذيرا الى صور سورينك مصورة الصور ومصورة التي تصور بها كسوها حمزة وحيري اعتقد بها مفر يا استاذ يكاد وحو ادو يهي يكاد وحو ادو يهي كاد وادو هذي يكاد وحو ادو يهي وما كادو ما يسان سجن ما ادو هذي يفعلون يسان الى وكيف اي درس كما يلك يرينه نقو هل مدرس وحي لا لا تفتح الباب الباب كافرنا لا نادرتان الباب كانت نغفر من المعنى الله أعلم بكل عالم.